كل الأمل هيبقى في الشباب في الفترة اللي جاية. عدد سكان مصر فوق 70% تقريبا، ويمكن أكتر كمان، شباب. فالأمل كله في الشباب. مجموعة من شباب الجامعة قرروا بعد ما شافوا بقى واضح جدا إن في مناطق عشوائية كتيرة في مصر، أو مناطق فقيرة ما فيهاش تعليم، ما فيهاش تعليم كمبيوتر، ما فيهاش لغات، ما فيهاش حاجات كتيرة جدا وناقصهم حاجات كتير. قرروا ان هم يعملوا من خلال الجامعة بتاعتهم مساعدات لعدة مناطق في مصر. ابتدوا بعين السيرة. الشباب دول في الجامعة الأمريكية، والجمعية بتاعتهم اسمها جمعية عشانك يا بلدي. هي في الأول كانوا فكرة وابتدوا يطبقوها وابتدوا يعملوا حاجة، وبعدين ابتدت تتقلب بقت جمعية اسمها عشانك يا بلدي. نعرف الإنجاز ده عبارة عن إيه، بدأوا إمتى، إزاي، مع إفرايم رفعت. صباح الخير يا إفرايم. صباح النور. ومفروض هتبقى معانا، هتنضم لينا رهان النجار ده لو عرفت تيجي من المواصلات اللي هي الزحمة، للأسف إنها متأخرة شوية. إفرايم، الجمعية دي ابتدت ازاي والفكره دي ابتدت ازاي؟ فهمني اكتر. الفكره كان في مجموعه من الشباب في الجامعه الامريكيه قرروا ان هو يحلوا بعض المشاكل، مش كل حاجه اللي تعتمد على الحكومه. تمام. نحل بعض المشاكل بتاعتنا اللي احنا نشوف مناطق عشوائيه نقدر نطور فيها احنا. فاول حاجه هم مجموعه من دول اجتمعوا وقرروا يعملوا حاجه زي اورجانيزيشن صغيره جدا كده، ويختاروا مكان في الاول يبداوا بيه. هم اول حاجه اختاروا عين السيره اللي كانت قريبه جدا من الجامعه، المكان القديم في التحرير اللي دلوقتي بقت في الجامعه الخامس. فاختاروا مكان قريب شويه من الجامعه وقريب من الاماكن التانية اللي ممكن يقدروا يجوا منها، بحيث يعني تبقى حاجه محفزه للناس ان هم يبداوا بدايه كويسه ان هم كلهم يجوا، يعني تمام. مش يختاروا مكان بعيد ومحدش يجي في الاول. افرايم، اول ما ابتدت الموضوع ده وابتدت الفكره، خلاص انا فهمت انه في مجموعه من الشباب قالت ان احنا هنعمل مساعدات لمنطقة معينة. هل نزلتوا الأول تدرسوا المنطقة دي فيها إيه؟ مشاكلها إيه؟ ابتديتوا تعرفوا عن الناس؟ يعني عملتوا إيه في الأول؟ عملتوا سيرش يعني؟ أكيد في الأول أكيد عملنا سيرش على المنطقة عشان نعرف هي محتاجة إيه عشان نقدر نعمله. لأن إحنا كنا عايزين مكان اللي إحنا نقعد فيه فترة معينة من الزمن عشان الناس دي تبقى معتمدة على نفسها بعدين، اللي هي تقدر تطور نفسها بنفسها. يعني مش هينفع المكان نقعد فيه مثلا 30 40 سنه، لا احنا ممكن نقعد في المكان 10 سنين مثلا او 6 7 سنين عشان نطور المكان ده، بحيث الناس اللي موجوده تبقى قادره ان هي تطور بعدها، تطور نفسها بعدين. يعني نكون جيل من الناس يقدر يكمل المشوار بتاعنا. فده اللي احنا رعناه في الفتره الاولانيه. فكان في مجموعه مننا نزلت المكان وعملت سيرش على ريسيرش على المكان. شافت الاحتياجات بتاع المكان، محتاجين ايه، المكان شكله ايه، الناس تعاملها ازاي. كان كله شغل اتش ار عشان يعرف احتياجات الناس شكلها ايه. كويس قوي. وبعدين الخطوه بقى بتاعت انتوا ازاي، يعني هل انتوا لميتوا فلوس من نفسكم؟ تمويلكم ازاي؟ هي الفكره كلها الجامعه الامريكيه يعني بتحفز الطلبه اللي هي تعمل اكتيفيتيز كتير. فبيبقى في الفيز بتاعت الطلبه بتبقى في جزء معين من الفيز دي عشان تروح للاكتيفيتيز بتاعت الطلبه، المصروفات بتاعتنا. تمام. فالمصروفات دي بيبقى في جزء منها بيبقى رايح للاكتيفيتيز. فاحنا بناخد جزء منها، هو بيبقى جزء مش كبير طبعا، فبيبقى اعتمادنا كله على الدونيشنز بتاعت الناس، تبرعات، ولو في حد عملنا ايفنت بيبقى في سبونسرز. الفلوس اللي داخله يعني هو احنا بنعمل حاجه تشاريتي، يعني الفلوس هي بتيجي بصراحه. يعني الفلوس يعني فكره التبرعات، في ناس كتير بتتبرع، فده بيسهل لنا. كويس. فكره اللي احنا بس احنا مش بنعتمد على فكره التشاريتي، احنا مش بنعتمد بس على التشاريتي، لا احنا ديفلوب بنطور ناس هناك. يعني مش بنعمل حاجه تشاريتي اللي احنا بنجيب الفلوس دي بنشتري بيها حاجات نديها للناس، لا. احنا بنحاول نطور المنطقه هناك، بناخد الفلوس دي بنوظفها كويس. فكره اللي احنا ممكن فتحنا سنتر هناك بنعلم فيه الناس وكده، فكره الناس يعني ياخدوا حاجه يقدروا يعيشوا بيها، مش فكره ان انا ادي لهم فلوس هي دي اللي هيعيشوا بيها، لا. هي فكره اللي هو لما يبقى يعني عارف الحياه ماشيه ازاي وعارف المتطلبات بتاعه الشغل وادربه كويس، كل ده هو اللي بيساعده بعدين. لو انت اول مره ابتديت في الجمعيه دي امتى؟ يعني
هل انت ابتديت من الاول ولا تبقى لك مثلا كام شهر بس معاهم، ولا بقى لك سنه ولا سنتين؟ يعني بقى لك قد ايه معاهم؟ هو انا بقالي سنتين، دي تاني سنه ليا. كويس. هستاذنك، بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني دلوقتي احنا نزلنا انا وانت، رحنا عين الصيره، بتعملوا ايه بالظبط؟ بالظبط هو الاورجنايزيشن متقسمه حاجتين. ايوه. مين لي ثلاث حاجات يعني، اللي في حاجه اتش ار، اول حاجه بروجرامز دي جوه عين السيره، وفي حاجه اسمها او سي اللي هي اورجنايز كوميتي، بتبقى جوه الجامعه نفسها، لان احنا زي ما بنطور عين السيره بنطور جوه الجامعه، يعني بنطور الطلبه عشان تعرف تبقى واعي احنا بنعمل ايه هناك. كويس. فبروجرامز اللي احنا بنعتمد عليها اعتماد كلي بتبقى متكونه في كوميتي بتعلم انجليش للناس، وفي كوميتي تانية بتعلم كمبيوتر، بعدين في كوميتي تانية اللي هي بتعمل ريسيرش للناس، بتنزل البيوت بتعرف متطلبات الناس شكلها ايه، بتروح بتحفز الناس ان هي تجيب ولادها او الناس نفسها تيجي تتعلم عندنا عشان تبقى فاهمة الحياة ماشية ازاي، كل حاجة دلوقتي بتتعلم مثلا الكمبيوتر واللانجوج والكلام ده عشان نقدر نكمل. بعدين في جزء خاص بالمحو الأمي. في جزء خاص بالمحو الأمية، في برضه كوميتي تانية خاصة بالمحو الأمية، وفي كوميتي تانية لسه جديدة بادين فيها توظيف الناس دي، يعني بعد ما الناس دي بتاخد السلسلة دي كلها عشان نبقى ماشيين في سايكل كويسة، الناس دي بنشوف لها شغل، بنروح لشركات بنقول لهم احنا ادينا لهم تريننج شكلها كذا 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 كذا. معلش يعني انا بقول لك نزلنا دلوقتي في احياء العين السيرة وشوارع وحواري و و و تمام تمام، واحياء جوه كده يعني برضو ازاي يعني، خلاص عرفنا ان في، طب لمينا مثلا 10 تنفار ولاد وبنات هنعلمهم كمبيوتر، بتعلمهم فين؟ في الشارع؟ لا مش هعلمهم في الشارع. هو الفكره كلها ان الفتره اللي فاتت كلها كنا ما كانش عندنا مكان معين نعمل فيه فندي فيه السيشنز دي، فبالتالي كنا بنروح مكان الجنينه اسمها جنينه فسطاط قدام عين السيره، فدي اللي كنا بنعمل فيها كل حاجه. دلوقتي الحمد لله، الحمد لله، وده يعني انجاز الحمد لله نشكر ربنا عليه، اللي احنا بقى عندنا سنتر هناك. سنتر عباره عن ايه؟ شقه بندفع ايجارها شهريا زي اي شقه عاديه، بس احنا جهزناها. ممكن اعرف ايجار الشقه كام؟ معلش سؤال غلس بس يعني اعرف. 600 جنيه 600 جنيه كويس. تمام. 600 جنيه بس بالكهرباء والميه وكل حاجه، يعني هي بتكلف 600 جنيه في الشهر. تمام تمام. بعدين مقسمين الشقه جوه، فكره في لاب كمبيوتر عشان تعليم الكمبيوتر، وفي اوضه للحضانه، في بروجرام اسمه واي دي بي للاطفال وبيعلم الاطفال سكيلز وكده، وفي اوضه تانية للحاجات التانية بقى اللي هي اقرا، برنامج بحر الاميه، الكلام ده. شقه مجهزه يعني. مجرد حلم في خيال واحد فيكو اتحقق بقى نتيجه اوريدي وفعل، صح؟ انا يعني هو فعلا اكتر حاجه ملموسه احنا مسكناها اللي هي النجاح بتاع السنتر بصراحه، يعني اللي احنا عندنا مكان جوه عين السيره ده كان حلم بالنسبه لنا. طب انا معلش انا معايا شويه صور كده، فهمني الصوره دي ايه مثلا؟ الصور دي فين؟ دي جوه السنتر ده ولا ده فين؟ دي ده جوه عين السيره مش جوه السنتر ده. كان من شهر فات. احنا بنعمل كامبينز. دي حاجه اسمها كسوه، اللي فاتت كانت حاجه اسمها كسوه. كسوه دي عباره عن ان احنا بنساعد الناس، الفكره قبل العيد. فالناس بتبقى قادره ان هي تجيب لبس جديد عشان العيد. دي مش الصوره دي طبعا، الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها. سياده المخرج خلينا نرجع للصوره الثانيه بس عشان نفهم ايه بالظبط. ايه دي؟ ايوه. الفكره كلها احنا بنأجر قاعه في مسجد هناك، قاعه كبيره. وبنشتري بيها لبس باسعار رخيصه كويس جدا. وبنفتح بقى بنفتح يوم بقى الكسوه ده قبل العيد، فالناس كلها بتدخل وكل اسره بتختار الحاجه اللي عايزاها، بتشتريها باسعار رخيصه جدا، اسعار رمزيه. البلوفر بكام مثلا؟ اي تي شيرت او اي حاجه من فوق بتبقى ب 3 جنيه. حلو قوي. واي بنطلون بيبقى ب 4 جنيه. كويس قوي. والجزمه بتبقى ب 5 جنيه. حلو قوي. الصوره اللي بعديها. تمام. دي برضو كسوه. والناس اللي واقفه بتبيع دي ناس طلب عندنا في الجامعه. حلو قوي. وفي ناس برضو بتشارك بره الجامعه، يعني ناس صحابنا وناس بتسمع بالفكره فبتؤمن بيها فبتيجي تشارك معانا. جميل جميل. ايه تاني؟ كان في صوره كده جوه قاعه فيها تدريس. دي اول جنرال ميتنج للاورجنايزيشن بتاعتنا في السنه دي. تمام. السنه دي احنا اول حاجه بنبدا بنعمل حاجه اسمها ريكروتمنت في الجامعه. ايوه. دي جوه الجامعه. دي جوه الجامعه. حلو قوي.
دول الناس اللي معانا السنه دي واللي هيشاركونا بقى السنه دي في فكره التعليم والفكره دي كلها. احنا بنعمل حاجه اسمها ريكروتمنت، الناس بتقدم وبنعمل انترفيوز للناس، الناس اللي قادره ان هي تكمل معانا حلو قوي. وعندها سكيلز اللي هي يعني تقدر تعمل. طلبه جدد، طلبه جدد جدد عشان تستمر المسيره نفسها، عشان تستمر المسيره فعلا. حلو قوي. ايه تاني؟ في كان صوره في الاول خالص، ايوه، اللي هي في حاجه اسمها بوث في الجامعه، ده بيبقى الحاجه اللي موجوده في الجامعه بتعرف الجامعه احنا بنعمل اهو ده بالظبط، ايوه ده ده اللي بتعرف الجامعه احنا بنعمل ايه بالظبط. ايوه يعني زي ما حضرتك شايف في بانر من تحت، البانر ده عامل زي بازل، ايوه. فاحنا بنقول للشخص اللي جاي ده هو بيكمل لنا الصوره، فاحنا دلوقتي في بازل واول ما بيجي بيكمل لنا الصوره، كويس قوي. والبانر اللي فوق فيه اللوجو بتاع الجمعيه على ايوه. شركه بلدي، ودي ناس بتركب البوث. والجمعيه دي انت اشهرتوها بقى يعني علني بقى خلاص. بتعمل دلوقتي في مركز ليها في عين طيب السيره انت وفي قلت لي مركز انك ليها انت بتمول الجمعيه دي او بتمول النشاط بتاعكم ده عن طريق مثلا ممكن تعملوا في السنه احتفاليات وبيبقى في ناس بتغني والدخل بتاع التذاكر بيرجع للجمعيه، صح؟ تمام صح. ايه تاني؟ طب غير يعني طيب معلش، واضح ان نورهان في ضيفه جايه دلوقتي حالا وصلت بالسلامه، فاصل سريع وراجعين حالا.